اللغة في الإعلام المغربي بين ثوابت الهوية ومقتضيات الانفتاح، موضوع ندوة علمية بالرباط من تنظيم معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، وبمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في اللغة والإعلام والترجمة، وكذلك المهنيين والعاملين بقطاع الصحافة والإعلام السمعي البصري. هذا اللقاء العلمي الذي هو نتاج شراكة بين الجامعة ووزارة الاتصال يهدف أولا إلى دعم جهود الوزارة في تطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بنهوض بكل من اللغة العربية والأمازيغية على مستوى الإعلام العمومي، تسمين التعبير الحساني في نسيجنا اللغوي، وفي نفس الوقت خدمة جعل الإعلام رافعة في خدمة الانفتاح على المكونات اللغوية الأجنبية، لكن التي أصبحت تشكل جزء من المشهد اللغوي الوطني. القضية اللغوية تعد من بين أهم القضايا التي تطرق لها الدستور الجديد لما يتميز به المغرب من تعدد لغوي وتنوع ثقافي يفرض احترام جميع مكونات الهوية اللغوية المغربية وإيلاءها مكانتها المستحقة. القضية اللغوية التي نص عليها الدستور من خلال تنصيصه على لغات الهوية المتمثلة في اللغة العربية واللغة الأمازيغية والدوارج المغربية، بالإضافة إلى لغات الانفتاح كالإنجليزية والإسبانية والفرنسية وما إلى ذلك، وهذا يتطلب تدبير هذا التنوع اللغوي الذي يعرفه بلدنا. هذا التنوع أو هذا التدبير الذي يفرض علينا إعادة نظر في برامجنا التعليمية يطلب منا أو يفرض علينا إعادة نظر حتى في التوزيع اللغوي بالنسبة للقنوات بمختلف أنواعها في مجال السمعي البصري. الواقع اللغوي في الإعلام المغربي وسؤال الهوية، بالإضافة إلى المظاهر العامة للغة الإعلامية وتحدياتها، محاور عديدة تطرح للنقاش على امتداد الندوة والتي تطمح إلى بلورة خيارات واضحة على مستوى السياسة اللغوية بالمغرب مع مواكبة مستجدات البحث في مجال اللسانيات والتواصل.